سوق الصاغة يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وهو أحد أقدم الأسواق التراثية في الموصل وأكبر الأسواق بيعاً للذهب. فهنا كان يتواجد أكثر من 1000 محل قبل نكبة حزيران عام 2014، واليوم يعود أبو محمود ليكون أول شخص يفتتح محله في هذا السوق العتيق الذي قضى به أكثر من نصف قرن من الزمن. والله أرجو منهم أنه يجون يرجعون على السوق، السوق يعني تقريبا كامل، إذا ما هم يرجعون وأنا أرجع يعني ونضحي ما حد يرجع بالسوق. عوائل موصلية عتيقة كانت تعمل هنا عبر عشرات السنين، وهي من وضع اللبنة الأساسية للانتقال إلى هذا السوق، كعائلة خروفة والجواهرجي وغيرهم من عوائل وأسر الموصل العتيقة. واليوم رغم افتتاحهم محالا في جانب المدينة الأيسر، إلا أن ارتباطهم بهذه الأرض والحنين إلى الماضي جعلهم يطالبون بمساعدتهم من أجل عودة هذا السوق العتيق إلى سابق عهده، وكل ما تبقى هو مسؤولية الحكومة المحلية. هي مسألة مترابطة، إكمال البوابات يأتي مباشر بعده النظام الحماية والكاميرات، هذا عمل دولة، يعني مفروض المسألة الأمنية هذه تغطى حتى الصايغ يشعر بالأمان. أما سوق باب السراية فقد عاد بحلته المعهودة وروحانيته الجميلة لينبض بالحياة من جديد بعد أن تكاتف أصحاب المحال والمجمعات التجارية وعملوا على جمع المبالغ فيما بينهم من أجل عودته من جديد، وبالفعل عاد السوق لينبض بالحياة كما ترون. شكلنا لجنة من باب السراي من 10 أشخاص وفتنا على السوق وطلعنا على الوضع ماله على شنغاده وما يغاده، وجبنا مخاولين ومنظفين يعني أشخل يأخذون أشخل هذا، ولم يعني جمعنا من كل محل 25 في كل محل بجهودنا الذاتية، وبعدين توكلنا على الله وبتنظيف السوق وإعماره، ويعني بقتها أبو الملك عمر عمارته وأبو المؤجر عمل خبنقه والعمل كهرباء، والحمد لله والشكر. إذا ما تم إعادة سوق الصاغة للعمل من جديد فهذا يعني أن الأسواق العتيقة أعيدت بكاملها، ولم يتبقى إلا شارع النجفي الشريان الثقافي للموصل، والذي عمل الشباب الناشطين وما زالوا يعملون من أجل إعادته عن طريق عشرات المبادرات التطوعية. لقناة دجلة الفضائية أحمد جفال، الموصل.